اليوم احنا تابعنا الجلسة ديال تنصيب رئيس جماعة فاس واللي هو الدكتور البقالي واللي هو من حزب الأحرار إلى جانب الأحزاب اللي تحالفت يعني تحالفات بوجوه جديدة ببرنامج اللي هو غيكون على المدينة وتنميتها إن شاء الله. كذلك أن الأحزاب السياسية اللي تحالفت أمنت بالتغيير بوجوه شابة، كذلك كانت تمثيلية الشباب، تمثيلية النساء، تمثيلية الكفاءات، وهذا جد مهم. وإن شاء الله الرحمن الرحيم هاد الوجوه الخير غادي تكون على الخير للمدينة ديالنا، العاصمة العلمية، عاصمة ديال المدينة 1200 سنة. وكنتمناو أن هاد الأحزاب يعني تلعب سياسة القرب إلى جانب المواطنين اللي داروا الثقة في هاد الأعضاء ديال مجلس المدينة، وكنتمنى لهم التوفيق.